للتذكير فقط، في آخر الفيديو ستجد ملخص لكل حصص اللغة العربية من الحصة الأولى إلى الحصة رقم 12 على شكل صور وصور توضيحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ نصري رابح من قناة وصفحة الأستاذ الناجح. نواصل مع تسيير حصص اللغة العربية الخاص بالطور الثاني السنة الثالثة والرابعة. نلتقي بعد الفاصل. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. في التوقيت الأسبوعي نجد قراءة زائد نحو. لماذا؟ لأنه لو نلاحظ ألاحظ وأميز هنا، نجد أن هذه الجملة تم استخراجها من النص، فوجب على التلميذ أن يقرأ الفقرة التي تحتوي على هذه الجملة، وبعد ذلك يقوم الأستاذ بكتابة هذه الجملة على السبورة مع استعمال الألوان. يجب استعمال الألوان، فما هنا نلاحظ أن في الكتابة تم كتابة الحروف بألوان مغايرة لكي ينتبه أو تجعل التلميذ يطرح أسئلة: لماذا أستاذي كتب تلك الحروف بلون مغاير؟ هي بمثابة تحضير للدخول إلى درس التراكيب النحوية. الجمل هي عبارة عن القاعدة أو كخلاصة للدرس القواعد النحوية. بعد ذلك عندنا في كراس الأنشطة دائما ما نجد الكتاب، يا إما نجد الدرس وما يقابله في كراس الأنشطة من نشاطات. هنا نجد أوظف الحرف. هنا اكتشف في الدرس في الكتاب عفوا اكتشف الحرف، وهنا سيوظفه في كراس الأنشطة فقط. نفس الشيء قراءة في التوقيت الأسبوعي، تجد قراءة زائد الظاهرة الإملائية. هذه الفقرة تم استخراجها، هذه الجملة تم استخراجها من النص فهم المكتوب، وبالإضافة إلى ذلك هنا نلاحظ استعمل ألوان مغايرة كما قلنا. ما هو سبب استغلال الألوان المغايرة؟ لكي تهيئ التلميذ ويطرح أسئلة حولها: لماذا كتب الأستاذ هذه الأحرف بالألوان المغايرة؟ بمعنى ذلك أنها ستهيئه للدخول في الدرس. هنا نجد كيف كتبت التاء في آخر كل كلمة. هنا سيستخلص القاعدة. بالإضافة إلى ذلك نجد تمرين أثري لغتي، لا يجب الاستغناء عنه لأنه مهم في إطراء اللغة، لغة التلميذ. بعد ذلك سنجد النشاط المتعلق بالظاهرة الإملائية تحت عنوان إملاء. اكتب الاسم المناسب هنا كما نلاحظ، وعين التاء المربوطة، درس التاء المربوطة ونشاط التاء المربوطة، بالإضافة إلى هذه الصور التي تساعد التلميذ على حل هذا النشاط. ونلتقي بعد الفاصل. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. ننتقل إلى حصة المحفوظات. سابقا نجد المحفوظة هنا حلو الكلام وعبارة عن محفوظتين. هنا نجد نشيد الأبوة والطفولة، آداب الحديث،